ولنقاش ملف الانتهاكات الحقوقية في العراق وأهمها التعذيب في السجون العراقية، ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الألمانية برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. أهلا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. يقدم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مراجعات دورية حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق، كيف يمكن تقييم الملاحظات الحقوقية التي ترد في هذه المراجعات خاصة تلك التي تتعلق بالتعذيب في السجون؟ الحقيقة المراجعات تستند إلى تقارير ترفعها المنظمات الإنسانية في العراق والناشطين ونحن منهم. نحن دائما نؤكد للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأن العراق يعاني انهيار تام في منظومة القضاء منظومة القضاء والعدالة. هذه المنظومة الآن منهار انهيار تام، ولا يوجد ولا تضمن للمعتقل أو المتهم أو أي إنسان عراقي أبسط الحقوق فيما يخص قضايا التعذيب والاعتقالات. المشكلة الآن أن هذه الحكومة بالتحديد لم تتحدث، يعني سواء عن رئيس الحكومة والناطقين ووزراء، لم نسمع يوم من الأيام أن تحدثوا بكلمة واحدة عن هذا الملف، وهو الملف الأخطر والذي تجمع منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والمنظمات الدولية على أنه أسوأ وأخطر الملفات في العراق. هذا يدل على أن الحكومة دائما في هذا الأمور جزء من المشكلة، ولم تكن في يوم من الأيام جزء من الحل. منظمة Human Rights Watch أكدت في تقريرها السنوي على أن نظام العدالة الجنائية في العراق يشوبه استخدام واسع للتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية. ما مدى صحة ذلك؟ وهل لديكم إحصائيات حيال هذه الانتهاكات؟ هذه التقارير التي تنشرها Human Rights Watch والمنظمات الدولية تستند إلى تقارير ترفعها منظماتنا وناشطين، نحن نرفعها بالأدلة والمواثيق. هذه الحقيقة أنه نظام العدالة الجنائية في العراق نظام منهار تماما، ويخضع لأجندات ميليشياوية وحزبية، ولا يعني لا يضمن للإنسان العراقي أبسط حقوقه المتعارف عليها في كل الشرائع الدولية. كيف يفسر اعتقال الميليشيات والقوات الأمنية لفئة الأطفال وتقديمهم للمحاكمة بفعل اعترافات قدمت تحت تعذيب بالانتماء لمنظمات إرهابية؟ هذه أصبحت الانتماء إلى داعش أو الانتماء إلى منظمات إرهابية أصبحت أولا وسيلة ابتزاز، ثانيا وسيلة ترهيب، ثالثا وسيلة يعني ترحيل والاستيلاء على ممتلكات أو حتى على سكن هؤلاء الناس. الآن تستطيع هذه الميليشيات أن تعتقل أي شخص إذا يعني امتنع عن بيع ملك أو عقار لهذه الميليشيات، أو وجدت لديه مال حتى تبتز هذه الأموال، أو بعملية التهجير التغيير الديموغرافي. هذه الميليشيات الآن للأسف أنه بعد الضغوطات التي مورست عليها في انتفاضة تشرين في الناصرية وفي بقية المحافظات، أكثر هذه الميليشيات الآن لا تستطيع أن تفتح مكاتب في تلك المحافظات، وانتقلت أرقت بكل ثقلها على المحافظات مثل موصل وصلاح الدين والأنبار وغيرها. وللأسف نلاحظ أنه أهالي هذه أو من يدعون تمثيل هذه المحافظات في العملية السياسية لم يقدموا أي شيء، يعني أي خدمة لهذه المحافظات. ما يجري في العراق الآن هي عملية قتل وإبادة وتغييب قسري وسط انهيار منظومة القضاء والعدالة انهيار تام. ما تأثير كل هذه الانتهاكات الإنسانية والحقوقية على نظام العدالة في العراق كمؤسسة نتحدث؟ للأسف يعني ثبت الآن أن مؤسسة العدالة في العراق منذ 2003 لم يتم بناء في مؤسسات دولة، لا توجد يعني مؤسسة العدالة في العراق مؤسسة منهارة ومفككة، ولا يعني الآن مثلا القاضي في فلان محافظة يخضع لفلان ميليشيا، القاضي في فلان مؤسسة
مديرية يخضع لفلان ميليشيا، نعم ولهذا لا توجد مؤسسة. نظام المؤسسة منذ العام 2003 الحكومات المتعاقبة كانت مصرة على هدم مؤسسات الدولة لكي لا تقوم مؤسسات توقف عاد حدها، فعمدوا إلى هدم مؤسسات الدولة وتفكيكها، ومن أهم هذه المؤسسات هي مؤسسة العدالة والقضاء. باعتبارك أستاذ علي تحدثت عن أدلة وشواهد حول الانتهاكات في العراق، هل لديكم أدلة عن الجهات المسؤولة عن كل هذه الجرائم خاصة منها التعذيب؟ لدينا أدلة ووثائق وأسماء كلها موثقة، من هي ونحن هذه على الجهات؟ تواصل. هل يمكن تسميتها؟ نعم نستطيع تسميتها، هذه الميليشيات الآن تسيطر خصوصا في محافظة الموصل ومحافظة كركوك وغيرها، أمثال ميليشيا العصائب وكتائب حزب الله وميليشيات الصدر التي تسمى نفسها ميليشيا السلام في سامراء، وبالمناسبة هذه يعني ترتكب أبشع الانتهاكات الآن في سامراء. كل هذه المنظمات والميليشيات والمسميات والجهات التي تخدمهم سواء من القضاء أو من يرتدون زي الجيش والشرطة كلها موثقة لدينا، ونحن على تواصل مع المنظمات الدولية، وسوف يأتي اليوم الذي تحاسب فيه هذه الميليشيات والمسميات على جرائمها. شكرا جزيلا لكم رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، حدثتنا عبر سكايب من برلين.